درس 14.2 اللي هي classify angle. طبعا هذا الدرس وايد وايد يحبه الطلاب، اللي هي نحدد نوع الانجل. دايما الانجل تتكون من ray و ray متحدين هذيل التو ray ب one end point. اوكي، مثلا عندنا اول انجل اسمها right angle. Right angle, the amount of the rotation is 1/4 of the whole. يعني لو رسمنا دائرة، لو رسمت دائرة نلاحظ أن right angle عبارة عن ربع هذه الدائرة. The obtuse angle has the measure that greater than right angle. نلاحظ أن هذه أكبر greater than right angle. وهني عندنا acute angle هي less than the right angle. لو شفنا هني بالنسبة للدائرة، ويسألني بالنسبة للدائرة، هذه الدائرة شو الأماونت حقها؟ شو رأي أو شيء شو اسم هذه الأنجل؟ هذه الأنجل اسمها acute angle. شو بالنسبة للأماونت؟ the amount is less than ربع. لاحظوا عندنا هذه الأنجل أصغر عن ربع الدائرة، فهي the amount is less than 1/4. اللي بعدها هني هذه right angle، وشوفي الأماونت مالها، the amount is equal to 1/4. لاحظوا بالضبط هي عبارة عن ربع الدائرة. هني هذه الأنجل هي obtuse، لاحظ أن الأنجل أكبر عن الربع. The amount is greater than 1/4. أكبر عن ربع الدائرة. نفس الشيء هني نسمي الأنجل، هني هذه الأوبتيوز، هذا الأكيوت، وهذا الرايت. الأوبتيوز نلاحظ إن هي more than right angle، أكبر عن الرايت أنجل. يعني هي راح تكون more than 90 degree. الأكيوت أنجل هي less than 90 و less than right angle، أصغر عن الرايت أنجل. هذه الرايت انجل، طبعا الرايت انجل هي ايكوال تو 90. تحت نرسم الرايت انجل. لاحظوا هني لازم نحط السكوير الكيوت، وهذه الابتيوز. سؤال بعده يقول لي هذه الرسمه اللي هو راسمنا الانجل، وات تايب اوف ذا انجل، شو نوع الانجل اللي هني مرسومه. Describe the train made by a robot. Explain your answer. طبعا هذه الانجل هي acute angle. شو السبب؟ لان the amount is less than 1/4، لانها اصغر عن الربع. The amount is less than 1/4. السؤال نمبر 11 راسم لي هذه الرسمة ويسألني هني هل هي greater than or less than or equal to نص. هل هي هذه الرسمة المرسومة تعتبر نص الدائرة ولا ربع الدويرة ولا دائرة كاملة؟ نلاحظ هذه نص دائرة، فمعناته equal to 1/2. The amount of rotation from one row ray to the another is 1/2 turn of circle. هذا التفسير أنها هي عبارة عن نص دائرة، فهي equal to 1/2. سؤال أخير، draw a diagram that include right, opposite and acute. نرسم ثلاث أنجل اللي هي right والobtuse والacute، بس هالمرة نستخدم label each type of angle show in your diagram. راح نرسمها، مثلا استخدمنا الساعة هني، لما تكون الكبيرة على 2 هاي بتكون acute angle، لما تكون الكبيرة على 3 بتكون right angle، واليوم بتكون الكبيرة على 5 أو على الفايف أو على الفور بتكون obtuse angle.